سلسلة انفجارات هزت كربلاء هذا اليوم بدأت بانفجار سيارة مفخخة في حي الحسين قرب أحد المطاعم، والثاني كان مزدوجا بمدخل باب طواريج، أحدهما بسيارة مفخخة والآخر بدراجة نارية. تلاهم انفجار سيارة مفخخة في مدخل كربلاء من جهة بابل، ثم انفجار بحي العباس بسيارة أخرى. انتهت الهجمات بتفجير انتحاري نفسه داخل سيارته المفخخة بسيطرة الدخول لكربلاء من جهة بغداد. اليوم اللي صار ما قدروا يدخلون إلى مناطق أسواق أو شوارع عامة لأنه ممسوكة من قبل الأجهزة الأمنية بشكل كامل، يعني دخلوا بالأفرع، أفرع السكنية. صارت ثلاث حوادث على محيط مركز المدينة، يعني على منطقة باب طواريج و منطقة باب بغداد على حي العباس، يعني خارج مركز المدينة. وكل هاي الحوادث والسيطرة ميم 54 أيضا عجلة تم كشفها بواسطة جهاز كشف المتفجرات، وتم الإعاز من قبل الضابط على ركنها جانبا لغرض التفتيش، كان بها انتحاري ففجر نفسه، يعني ما قدر أن يخترق السيطرة. ارتفعت حصيلة سلسلة الانفجارات إلى 4 قتلى و25 جريحا حسب رئيس مجلس محافظة كربلاء للحرة، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة. اتخذت على إثرها إجراءات أمنية مشددة للحد من حركة المركبات والمواطنين تحسبا لوقوع المزيد من الحوادث الإرهابية. الآن لدينا إجراء فوري وسريع وعاجل من بتنسيق عالي مع الحكومة الاتحادية ومع الجهات الأمنية. نحن الآن يجري، أنا الآن للتو خرجت من اجتماع مهم وعاجل حضر السيد المحافظ واللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، وبتواصل مع القادة الأمنيين هناك إجراءات فورية وحازمة، ولعله واحد من هذه الإجراءات هو الوصول إلى منفذي هذه الاعتداءات بشكل سريع ومن يقف وراءهم. أهالي كربلاء الذين يستعدون لزيارة عاشوراء المقبلة بيّنوا قلقهم لما حصل في المدينة، وأعربوا عن استيائهم من الإجراءات الأمنية التي وصفوها بغير المجدية. طالبات بالإعدادية هنا طلعن مجروحات، يعني احنا شفناهن عين شاهد بدنا نحكي احنا. زين، المنطقة مأهولة بالسكان مثل ما قلنا، منطقة سكنية هذه ودوائر رسمية موجودة بها وشارع مكتظ بالمارة وبالسيارات. يعني ما تحكي، اللي مو قدها خليه يطلع من مكانه، لا يظل قاعد مكانه. اللي ما بي خير خلي يقول انا ما بي خير ويدير وجهه ويطلع، لا يظل يومه خطير. روح العالم تروح بالخالي بلاش. إيمان بلال، الحرة، كربلاء.